نظمت إدارة الأوقاف السنية وبالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللقاء الدوري الذي يجمع ضيوف مملكة البحرين من العلماء والدعاة بأصحاب الفضيلة خطباء جوامع ومساجد مملكة البحرين. ويستهدف هذا اللقاء الدوري والذي يأتي بتوجيهات سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية ضمن الخطة التأهيلية لخطباء الجوامع في مملكة البحرين. هذا وألقى إمام المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة كلمة اشتملت على جملة من التوجيهات العلمية والدعوية، ومنها إن الله سبحانه أمر الخطباء بالدعوة إليه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به الناس من التوحيد والتذكير بالآخرة وبيان أصول الدين. وفي الختام تفضل سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية بتقديم هدية تذكارية لفضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة وفضيلة الشيخ محمد بن أسامة الخياط وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين. نشكر إدارة الأوقاف السنية على تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ من داخل مملكة البحرين ومن خارجها، ولا شك أن مثل هذه اللقاءات تعزز يعني الكثير من الجوانب الشرعية والفقهية لدى الخطيب والإمام والداعية في مملكة البحرين، وتنقل العديد من الخبرات والعلم الذي يحمله العلماء والدعاة في شتى البلاد الإسلامية إلى العلماء والدعاة والخطباء موجودين في هذه البلاد الطيبة. وتقوم في الحقيقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف وإدارة الأوقاف السنية بجهد كبير في هذا المجال، وما هذه اللقاءات إلا يعني سلسلة من لقاءات متعددة كانت كثيرة النفع ومؤثرة ومذكرة بما يجب على الخطيب القيام بها أو الداعية. فتضمن هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام الحرم المكي وعضو هيئة كبار العلماء توجيهات مهمة للخطباء، ومن هذه التوجيهات أن على الخطيب مسؤولية عظيمة في التوجيه والإرشاد وتوعية المجتمع، وعلى الخطيب أن يحترم عقول الناس بطرح الموضوعات التي يهتمون بها والمناسبات الموسمية أو الشرعية، ويذكر الناس بما يجب عليهم شرعا في ذلك. ثم ختم الشيخ بعدد من الوصايا المهمة، منها أن خطيب الجمعة يجمع الناس ويؤلف القلوب ويدعوهم إلى التفاؤل والأمل ونظرة مستقبلية مشرقة للمجتمع.